السلام عليكم، ايه الاخبار؟ الدرس التالت بقى معانا النهارده في الجراماتيك، ده بتاع النفي بتاع ادوات المعرفه وادوات النكره، تمام؟ ده برضو من اهم الدروس اللي انت هتستخدمها بعد كده. طيب ده هنقسمهم ازاي؟ هنبدا الاول بالنفي بتاع ادوات النكره، تمام؟ ادوات النكره دي يعني ايه؟ يعني انت الاسم ما فيش قبله اداه او معاه اداه نكره اللي هي اين اين وده اين، تمام؟ عشان الجمع ملوش اداه نكره. فلو أداة الاسم النكرة بتاعته أين، هو مذكر وأداته أين، هياخد أداة نفي كاين. لو هو محايد وأداته أين، هياخد برضو أداة نفي كاين. طب لو هو مؤنث أداته أين، أداة النكرة، يبقى هياخد أداة نفي للنكرة كاين. الجمع ملوش أداة نكرة، بس يعني بس ليه أداة نفي كاين، تمام؟ طيب تاني حاجة بيستخدم مع حاجة تانية، هو بيستخدم في معظم الحالات إن أنت بتنفي اسم نكرة، تمام؟ ده الاستخدام بتاعه اللي هي بتاع كاين. فمثلا اشحاب جلد، يعني أنا معايا فلوس. لو أنا عايز أقول مش معايا فلوس، اشحاب كاين جلد، أنا معيش فلوس، تمام؟ طيب ده كده ده الجزء البسيط. نيجي بقى الجزء التاني اللي هو زيادة أو المستخدم بشكل أكبر، كلمة نشت. نشت معناها هي ملهاش معنى مفردة كده، هي نفي، أداة نفي عادية، بس بتيجي مع الأسماء اللي هي بيبقى ليها أداة معرفة، اللي هي بيسبقها أداة معرفة، وبيستخدم برضو إن أنت بتنفي بيه الصفات والألوان والأفعال. هو أنت أي أداة نفي، أي حاجة تنفيها طالما مش نكرة ممكن تنفيها بنشت، تمام؟ ده كده يعني تبسيط للقاعدة. طيب فبيقول لك مثلا احمد arbeitet hier nicht، احمد ما بيشتغلش هنا. طيب ليه حطيت نيشت في الاخر؟ هنعرف ده لما اخلص الاربع امثله دول. فالمهم انت هنا كده نفيت الفعل اللي هو arbeitet اللي هو يعمل او يشتغل، وتصريف الافعال ده هناخده ان شاء الله الحصه الجايه. فعندك تاني حاجه dieses Zimmer ist nicht sauber، Zimmer اللي هي غرفه، تمام؟ واداتها das. ديزيس دي أداة إشارة وهناخدها بعد كده برضه. نشت زاوبة اللي هي مش نظيفة، فأنا نظيف ده يعني صفة، فأنت هنا بتنفيه بنشت. عندك بعد كده خالد اس نشت دي أرست، دي أرست اللي هو الطبيب، فأنت بتقول خالد ليس الطبيب، تمام؟ وممكن خالد اس كاين أرست، لو يعني أنت لو عايز تعملها بكاين ممكن تبقى خالد كده، معناها خالد ليس بطبيب، تمام؟ هو ده الفرق، ان انا معرفه وهنا نكره. زي ما انت مثلا تبقى داخل عياده او كده، فانت بتسال على الدكتور فيقول لك خالد ليس الطبيب، فانت تقول مثلا هو ده الدكتور، واحد اعمى فيقول لك لا خالد ده ليس الدكتور، تمام؟ لكن انت بقى بتكلم مع واحد فانت تقول لا خالد ده مش دكتور اصلا، خالد ist kein Arzt، تمام؟ طيب نيجي بعد كده دي تاشي، الشنطة است نش بلاو، الشنطة ليست زرقاء، زوندن هنا في ان مش زوندن شفاتس بل سوداء. هنا بقى نشت اتحطت في اخر الجملة ولا في النص؟ عشان احنا هنا عندنا ايه كوم، تمام؟ فهنا لا، نشت اتحطت في النص الاولاني عشان تنفي، هي كده النشت بتنفي النص ده بس. زوندن يعني بل، فانت هنا نفيت الجزء الاولاني، دي كده منفية جزئية. دي تاشا است نيشت بلاو زوندان شفاتس، لكن هنا نيشت اتحطت في الاخر عشان تنفي الجملة كلها، لكن هنا نيشت اتحطت نفت نص الاولاني بس، تمام؟ ده كده الشرح بتاع النافية. ناخد بقى تدريبات بسيطة كده، انا عارف التدريبات مش كتيرة، بس يعني انا عايز اخلص جزء جراماتيك معين وبعد كده هعمل كام فيديو يبقى تدريبات بس لما ناخد يعني حاجات كتيرة، تمام؟ Haben Sie einen Bleistift؟ Bleistift يعني قلم، وأداته دير، فأنت هتقول له يا، وهنا einen دي عشان ده أكوزاتيف مفعول به لسه هناخده بعد كده، فأنت عايزك تجاوب مرة بيا ومرة بنين، تمام؟ و ist das ein Heft؟ Ein Heft اللي هو أداته das هيفت اللي هو نوت بوك،
اللي هو كشكول. فانا عايزك تجاوب مره بيا ومره بناين ويبقى بوخ. هناخد ده دلوقتي. ويز داس اين هندي؟ اين هندي اللي هو الموبايل، داس هندي. وعايزك تقول له لا ده غشنا، غشنا اللي هو الكمبيوتر. فناخدهم مع بعض. تمام، معلش انا كنت نسيت اكتب الامثله او اكتب حل اول سؤال. فناخد دلوقتي. طيب بيقول لك haben Sie einen Bleistift؟ Bleistift عندك قلم؟ فانت هتقول له ja ich habe einen Bleistift. einen دي ليه؟ دي هشرحها بعد كده، بس النفي بتاع einen keinen. تمام، فهتقول له عندك قلم. مره هيجاوب ja yes يعني نعم، ومره هيجاوب nein nein ich habe keinen Bleistift. تمام، فانت هتقول له ist das ein Heft؟ هيجاوب مره بيا فيبقى ja. Das ist ein Heft. تمام؟ ومرة هيجاوب بنين فتبقى نين. Das ist تبقى ايه بقى؟ kein Bleistift. kein Heft. تمام؟ وممكن برضو تعمل نفس المثال مع das Buch. وبعد كده هنا بيقول لك ist das ein Handy؟ فانت هتقول له لا ein. انا ممكن اول حاجه ماشيها das ist ein Handy، وممكن تقول له nein das ist kein Handy. انا عايزك بقى تعمل، انا عارف ان انت لسه برضو مش مدرك يعني الجمل دي بتتكون ازاي وكده، ده هنشرح اصلا تكوين الجمله مع الافعال، عشان هنشرح حاجه اسمها المودال فيربن والكلام ده، فده هنشرحها مع الافعال. فلسه انت كويس ما تقلقش، بس عايزك يعني تمشي بنفس الفورم دي على اي حاجه عندك في البيت بقى، عارف انت اللي هو اي حاجه قدامك تترجمها وتعرف اداتها ايه وتمشي معاها الكلام ده، تعمل جمله وسؤال، سؤال وجمله، سؤال وجمله. تمام، هو انت هتشوفها ان هي حاجه تافهه او حاجه بسيطه، بس صدقني دي اكتر حاجه هتعلمك كلمات كتير. تمام، عشان يعني انت معاك كشكولك تكتب فيه كل الكلمات الجديدة بأداة المعرفة، أهم حاجة أداة المعرفة. مع الوقت لما تحفظ أدوات معرفة كتير ده هيفرق معاك جدا. تمام، شكرا.